بيقول أخ عقد وكتب كتابه وبعد سنة جاءته رسالة من رقم يقول له التي عقدت عليها زوجتي لا تزال على ذمتي، وأرسل له عقد الزواج. رجع الأخ البنت وأباها، قال هذا عقد مزور وأنكروه، كانوا فقط مخطوبين وهو لم يوكل العريس أو يوكل المحامي لعقد الزواج، لا العقد مزور. الأخ الآن شعر أنه وقع في خديعة وأنه غرر به ولم يقول له الحقيقة، ويريد ماله الذي دفعه كله وهو لم يدخل بعد. المسألة ببساطة تحال المسألة إلى التحكيم الشرعي حتى لا يكون خصما وحكما، حتى لا يحكم بردود أفعال وبالغضب، تحال المسألة إلى التحكيم الشرعي. فإذا ثبت التغرير حقا ساغ له أن يسترد ماله إذا كان لم يخلو بالفتاة ولم يستحل منها شيئاً.